اللي هي من ضمنهم كفالة شو اسمه شاهي، سهم الأسرة ب 900 ريال صحيح، وسهم الوالدين ب 600 ريال، والسهم الوحيد اللي هو ايش 300 اي سهم ايش الفرد اي. اسال الله ان الله يكتب اجرنا واجرهم ويجزاهم خير ولا ينسون من التبرع، وهذا ينوم ما عند الله سبحانه عز وجل، ولا جاي يتبرعون يخلصون النيه باذن الله. اي والله اللي يتبرع عن والده ووالدته، واللي يتبرع عن المسلمين اجمعين، واللي يتبرع عن الميت الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه. اهم شيء يخلص النيه مع التبرع. جزاك الله خير. اكل شاهد يمر شاهد يمر الحياة كلها مرة. وقفت على الشاي، هو أنا حياتي على مرارتها هذه أزيد أشرب مر. يا رجال أشرب، أهم شيء نعيش يا رجال. والله يقولون اللي يشرب شاهي مر هذا التاجر، اللي يحليه هذا التاجر، تاجر لا ما نتجر. أيه، واللي يشرب الشاي الحالي وهذا اللي حياته لك عليها مر ويش يحلي. فأنا أتوقع أنك تاجر. أنا إيه؟ الله يسمع منك. إذا شهيك مر ما شهي أكيد أنا بيكون مر. الله يسمع منك. إذا شهيك مر بكون شهي مر. في مشكلة؟ ها؟ لا لا لا. وش أنت جاي تنشط تقمز بسرعة؟ والله. أركض أركض أركض. تعال. فسقان هذا جاي فسقان يبي 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 يكسب الوقت. ليش بكسب الوقت؟ نعم بكسب الوقت، انا جاي قاعد بدري جاي بدري، ليش ما كسب لا 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 هذه فكره تطرا على كل شخص عاقل عارف. لا لا الفكره هذه ما تطرا على العاقل مره. ها؟ الفقره تبدا الساعه 1 ظهرا والحين الساعه 12 والطباخ يخلص طبخته في 25 دقيقه، ما انت معك 40 دقيقه. يمديك يا رجال يمديك سهله. هي نفس الطبخه نفسك اليوم. انت علي طبخت اي واحده بهن؟ طبخت رز رز ولحم مفروم. طيب ايش رايك تجي على خشوي؟ لا لا تعلم لا تعلم لا تعلم، خليه يخترع هو فكره في راسه. لستو بخصمه يو هذا شبي يو ترى ما انت هذا، انت حسود ولا انت منافسني؟ لا 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 ماني بحسودي، انا ليس بحسودي. الحين مرحبا يا ابو متعب. يلا يا مرحبا ترحيب كلها نور يا ابو ملحم. الله يرفع قدرك ويبقيك يا ابو. الله يوفقنا واياكم اجمعين. اللهم يجمعنا في جنات النعيم. اللهم امين جزاك خير. احنا بنقترح على الاداره ما ادري موافقين ولا لا انتم. اللي هي في شيء اسمه بدل سكن وبدل نوم، احنا بناخذ بدل نوم. نعم. انت معي؟ صادق اتفق. يعني احنا ما رقدنا الا الساعة 9. نعم. يعني 9 10 11 12 يعني 4 ساعات. وانا شايل البث. اتفق معك انا. انا المفروض يعوضونا ولا يعطونا مكافأة. مكافأة ما ايه؟ مكافأة نعم. مالية ومكافأة نعم. نقاط. لنا ما بين 24 شخص فيشيل البث 3 4 5. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بالسفير. فحنا اهلا اهلا يا ابو ربيع اهلا. قبل شوي تسال عن في المسجد عن الوقف. طبعا الوقف عليكم السلام ورحمة الله. الوقف يكفل الايتام في 15 باب من ابواب الخير. مرحبا ابو دويس. متعدد ابواب الخير ولكن هذه اللي بيكون شغال عليها الوقف. 15 باب معايا يا نواف. 15 باب في وقف اليتيم الاول في وادي عمود منطقه جازان يكفلهم ان شاء الله في 15 باب من ابواب الخير. فمن ضمن الابواب هذه اللي هو كسوه العيد، كسوه المدارس، كسوة الشتاء، العلاج. يا اخي انت لو دريت ان احد من اقاربك او مثلا احد تعرفه محتاج في شيء والله ما تقصر معه. والأولى والأهم والله العظيم من اليتيم إنه شانه شان عظيم. الواحد لا يبخل، اللي عندها شيء بيقدر يدعمه من وجه الله سبحانه وتعالى ويقدم لنفسه، يقدم لنفسه
في وقت الكل يتمنى والله انه فعسى الله اسال الله العلي العظيم. الرسول ايش يقول يا بندر؟ الرسول يقول انا وكاف اليتيم كهاتين واشار بالسبابه والوسطى. نعم يعني ابواب الخير كثيره وهذه فرصه عظيمه اذا سمعت. طبعا بقي على انشاء تكلفه الوقف بقي عليه 10 مليون ان شاء الله تتكفل. اهل الخير واجد واللي يسمعونا يشوفونا الحين واجد وهذه فرصه عظيمه. نعم يعني انا ودي الكل يشارك لان في ناس كثير فيهم خير وفي ناس الله اعطاهم الخير في يمكن الان اللحظه هذه يسمعنا ويشوفني يقفل المبلغ وهذا اللي نتمناه ولكن ودي الكل يشارك لا ياخر لا ياخر عمل الخير لان الحياه فرص. نعم عسى الله يقبل منا ومنكم يا رب. ولا ازيد على كلامه كله في آية يقول قوله تعالى واما اليتيم فلا تقهر. نعم يعني اليتيم الأجر يا أخي عظيم عند الله سبحانه عز وجل. وياك تترقد؟ لن ترقد أيها المطوع لن ترقد أيها المطوع. وش مسحرك؟ تلعب بلوت. شفت في الإدارة الرجال يلعب بلوت. لا 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 شكله يتحلم بالبيلوت ما هو بيلعب بيلوت. انت تكون من مسجد هنا؟ انت اللي مسجد هنا؟ ايه ما ادري ايش ما قول انا فاقد كوره بس ما لقيت في الغرفه. دخلت كل شهر كان واسد جاني احمد ربيع اعطاني ماي استحيت منه قلت عادي ارقد يا اخي محمد ربيع هذا والله حبيب عجيب والله حبيب نواف نواف ابو ربيع حلو والله ابو ربيع طيب الله يحفظه. انا انا ام حبيب انا ما اعرف انك جايبنا العيد اصلا. لا لا ما في عيد ان شاء الله في كل خير وعافيه والعيد خير وعافيه وفرحه. نذكر بالرقم الخاص حق عشان المشاهدين يدرون ان شاء الله عن كل شيء. طبعا رقم الرخصة والترخيص 696 وقف اليتيم الأول اسمه وقف اليتيم الأول جمعية البر الخيرية في وادي عمود في منطقة جازان أو جيزان ومرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الرقم 696 كم؟ 696 يا سلام 696. يرعى الوقف هذا 15 باب من أبواب الخير علاج الأيتام، تدريب الأيتام، كسوة المدارس، كسوة الشتاء، كسوة العيد، الحقيبة المدرسية، هدية اليتيم، تسديد فواتير الكهرباء، فسحة اليتيم، دفع الإيجارات، ترميم المنازل، سقي الماء للأيتام، سقي الماء للأيتام برضو الماء أفضل الصدقات. ربيع السلة الرمضانية، السلة الغذائية، السلة الرمضانية، وشي السلة الرمضانية وش اللي بعدها؟ السلة الرمضانية وش اللي بعدها؟ الشتوية. لا ما تسمعي، السلة الرمضانية والسلة الغذائية والكفالة الشهرية. طبعا سهم الكفالة الواحد يمكن كما تبينت انت 300 ريال للفرد الواحد 300 ريال للوالدين اذا بتتبرع الوالدين 600 ريال يا سلام عليك للأسرة 900 ريال والمجال مفتوح لكن زد والله يزيدك من فضله زد والله يزيدك. الوقف هذا في مدينة جازان وهو وقف استثماري قيمة التكلفة كاملة 15 مليون الآن خلصوا أهل الخير من 5 مليون بقي 10 مليون إن شاء الله بإذن الله أنها المرحلة هذه الثانية وأنها تخلص قريب والكل يبادر ويسعى إلى الخير. الوالدين يستاهلون إذا طلعت للوالدين على نيتهم فالله أنهم يستاهلون. الوالدين قدموا الشيء الكثير وضحوا وأعطوا وربما بعض الوالدين يعني ما يمتلك المال ولا يمتلك الأشياء أو المقومات اللي يمتلكها غيره ضحوا في حياته فما هي خسارة لو طلعت سهم على أو سهمين على نية والديك أو على نية أسرتك يستاهلون والخير بابه واجد. أي مبلغ حتى لو ريال والعطاء يجيب العطاء ويزيد العطاء كثر ما أعطيت ترى الله يعطيك ترى الله كريم سبحانه وتعالى. يعني إذا صدقت نيتك إن شاء الله يجعل نيتنا خالصة وجه الله العظيم بإذن الله فما
ما هي خسارة ولا أنت الحين تتقهوى الحين ب200 ب300 ريال، مع أن هذا الوقف تراه دائم على مدى الحياة، على مدى الحياة تفنى ويفنون أجيالك وأجيال أجيالك حتى قيام الساعة، هذا دائم إن شاء الله أجره وخيره وفضله عند رب العالمين حتى قيام الساعة. فلا تبخل على نفسك، ما تدري أي الأعمال اللي تدخلك الجنة، والعمر محسوب، العمر رحلة والليالي محطات. جزاك الله خير يا بندر. هيا مطوع، ليش ما نمت؟ ليش ما نمت؟ سالت راحت كلها بدون مايك. ايه سالت كلها راحت بدون مايك، بس ليش ما نتعلمت؟ والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله. اسلم. مساك الله بالنور. يا عبدالله. تلعبون قولوا. يا مرحبا. طيب أنا شوف أنت تخلص بثك الساعة 6. ما بطبختك وجه وجه ما نقول تخلص بدك الساعة 6. طيب ليش ما تنام على طول؟ ها؟ والله اذا ما تقوم خبر اقول بس من قوم يا عمرك خذ راحتك تنظر راحتك اي والله بعدين باسم ما يخلي احد يهوز باسم في البلوت ما يخلي احد يهوز والله ما يخلي احد يفوز ويقايض بعد صح يعطيك قصة ركبه يحذفها كذا خليك تتجمع يا باسم صح 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 تراني ثاني مرة لعبت ضدك بلعب على يسارك انت ما اليوم عندك مطبخ انت دمك عشان اعطيك احاسب البلوت اخر شيء مكرونة ولا برز علمني الله يطول عمرك اغرف لي اغرف لي عند الشمران ما شاء الله عليك برد لي حريفة قصير اما على كيفك بس انت السابق الباقي كله مغشمة تا تا زبطنا مناهي جزاك الله خير يا مناهي هلا مرحبا قومتني الصلاة والباقي ما حد يقومني خويك انت مناهي هلا امك مناهي يقول ازهل ارتاح انا قلت نوه قلت المفروض لو اني داري يوم الثلاثاء وخليكم تجوعون انفسكم لا اله الا الله الحماس ابش يا جا زينكم افطرتوا اليوم هم شيء انكم افطرتوا اليوم ما شاء الله بركة قوي طيب من ايش انا مثل كذا طاقتهم بالحياة هذول وقود النجاح تخيل شو يقول مطلع ابن زوجة بيتي يوم يقول الله يرحمه كلمة كيف كل ما جيت بطيح من هام ذكرت حسادي وجنة جنوني الله زين يعني احنا حساد الحين شغلت يا عيا لا لا من مشجعينك مشجعينك من مشجعينك لانك انت على الجوال انك جبنا وانا ما خدت ما جبت ثلاث ايام ولا لا قول ما جبت ايام كامل ريان هو جاء قاعد برا والله ريان ولا غير ريان صدق ترى مو انا ما ارزق وجود اللي بنطبخ كله ما احنا داخلين منه شيء اطلب زيادة اطلب زيادة واطبخوا هذا كلكم اليوم قاعدين يعني معقولة شوف شوف على غير العادة دائما يرقدون للمغرب العصر اليوم قميم الظهر حاسين بالطبخ عارفين الطبخ يا نبغى نضحك عليكم طيب نطلق الجراج الله شايف الله ما حصلت نطلق الجراجكم هل تقرين اللي بيقدم فقرة من؟ والله ما أدري أنا وسلطة الله أعلم آخر الوقت حنا نرفض جملة وتفصيلة آخر الوقت بيقدمك محمد عيسى ما عاد بجاي ولا مقدم ولا شيء أزهر طبخنا مرة جايين لا مرة جايين يا سلطان حتى عبد العزيز يوم قدم قال لنا سلطان يا سلطان لا نحبك يا محمد عيسى والله نحبك هذا زلال أنا تخصم أنا اسمع ولا أبغى اللي بوذانك يسمعوا بسم الله اللهم صل وسلم بس خلاص صلوا على النبي الله قلت احنا عنده سالف بيعلمني كيف طريقه الطبخه ولا شيء وايد الطبخه حلوه عندي اهم حاجه انك تصلي على النبي اللهم صل وسلم ذاك الشهر ودق بدق مكرونه ورز دجاج ويداع مقفل عليه خلت خلط نفسه خلى 40 دقيقه مفك انتم من ضدكم
اللي مطمنا انا ضد محمد بندر انهم يروحون مكرونه ما يرص ما بيسوون شيء اللي معاه محمد بندر بتاوي شو يعني 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 خصم سهل محمد بندر ولا غيره يعني حتى لو جانا خصم ما خسرنا انت محمد ها محمد بندر معاه تعرف تطبخ يا تعرف تطبخ محمد من اللي معه لا وهنا بالنسبة لنا ما أنا أطبخ من جديد كله صدق كله من جديد كل فقه من جديد نواف أنا بص نواف الشدي أنا بصرف فيه وقت الميس اسمع أنا بخليك تشغل المقدم أمسك على جنب هناك وشغل خلنا نأخذ راحته أعطيه يعني لا أعطيه على طول تكفى أشغل أنا أنا أشتغل لا خلنا ناخذ راحتنا مساء انت تلهيه انت تلهيه انت تلهيه عشان اخوي قاعد ياخذ راحته هذه خطه حرب هذه خطه ترى يعني في واحد ياخذ يعطي مع المقدم وفي الثاني قطع زبط عشان تكسبون الوقت كان واحد يثبت واحد يشوت نعم طال طال يا يثبت واحد يشوت الله واحد يثبت والاخر يشوت شين ضيق لا 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 اوه هذا والله جاي بقوه يا ويلكم ويلكم يا الطرف الثاني والله جايكم طاقم عند محمد بندر اوه حريقه كان ايش احنا تنافس على الطبخ وهو تنافس على اللبس جايكم محمد بندر ان شاء الله تنافسون على كل شيء بيجيكم مفاجاه شو اللي يقولون قنبلة الموسم؟ الموسم اللي فيه قنبلة هذا صدق بدون قنبلة موسم بدون قنبلة عطنا صوت يا ابو فيصل انا اقول لك انا عندي طبقته الهاب شهر تعبني الصوت بالله ما اعرف اطبخ سعد انا قلت كل شيء بنعيشه وكانك لا بالعكس سعد هو الحين جاء وقف بيشغلونك مقدمين يقول امسكون في يد رجومك خلوا الطبخه تروح هذا غير عطوه الحين عشان جاء يقول خلاص يقول خلاص انا قلتها قبل شوي الحين حقت ابن فطيس كانك حافظها جبال اللي يقول يا مؤمن الريف يا ناجيتك زبون الحين حلو يقول يا مؤمن الريف انا جيتك زبون جيتك وتعالى الله عما يشكوك جيتك على مدح جيتك على مدح اكثر الناس عانيت شله يا ابو والله ماني حافظ يا مؤمن الريف لا نواف نواف شله اليوم انا حافظ طبخه بلال الشغل مدح اكثر يمين يسار ترى انسى على طول خليه يغني على راسه لا تتوترون يا شباب ترى الوضع طبخ ما هو بحرب طبخ 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 ترى طبخ طبخ سولف وضحكم بس الدنيا بصوت انا اول هالشغله من طبخنا والله العظيم انا وذاك نجر الصوت ونعطي قصائد ونعطي مواويل وفوائد وعطينا الحين اي انت ذبايحك والله واحده من الذبايح راحت الهرف الصغير راح البط الصغير دورت لها ما هذا ما هذه الذبايح كذي هذه محتوانا يوم 90 ما عاد شيء خلاص ندور ذبايح هو سبق على المحتوى من بدري احرق كروت لا ترى كروت اصبر خليه انا صدق اني جايب معي بعد بط حاطه الشنطه هو اخر شيء اطلع لكم مجرم بس الرجال حرق على طلع له طلع له سبقتني يا اخي الحين شو اسوي؟ جيب البط حقك مع البط حقك احلى الوازع طبخت انا وياه ذاك النهار يا ولد ايوه يوم كنا معكم انت ضدنا ايوه انا وعلي مسكنا عبد العزيز قاعد ينشدني كان عن فقره حواريه ينشدني هو قاعد يحمس البصل يحمس يبي دابه ريح البصل قاعدين نسود ما حط شيء بل قاعد يحمس ويدرج ولا جكرين ازال يوم انا ومهدل جاء ريان ويسولف مع ابو مسلم. ابو مسلم ايش قال؟ قال اقعد احرك البصل. حرك البصل. طالع
وشغله هذا بس بده يختفي يوم يحترق بده يختفي يوم ابو مسفر يوم جاي مهدر في ريحه جديده في الطبخ جاي نكهه ما هو يطبخ يوم طالع ما في بصل احترق بصل ضد بعض هم يبغون يسوون بيننا مشكلة يعني لا عشان كذا ابو عبيد لازم تساعدني في الطبخ لازم نصير مع بعض بس وجه مع بعض لازم نتبع مع بعض والله يا ابو عبيد ان المفروض انت يخلونك مقدم البطاقة اللي معك يا اخي تطربهم بصوتك الشجي تقول استنى طبخة بكره يا ابو عبيد خير من معك يا نواف من معك ابو عبيد عطنا كبسه ناكلها يا نواف يا ابو عبيد عطنا كبسه ناكلها يا نواف يا ابو عبيد عطنا كبسه ناكلها نعلم ابشر بس سعد بش حمل انت السعد لا بش حمل العم شق يا اخوي في 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 حتى في في شحق ودي اقول لك شقاق المطبخ كذا ام يلا حداك تجاوب على الشقاق وش شقاق يا مناحي شقاق احنا عندنا شقاق اللي هي قطعه من بيت الشعر اللي على الطرف دقيقه كيف قطعه من بيت الشعر يقول قطعه من بيت الشعر من الشعر بيت الشعر ايه بيت الشعر الشعر شقاق عندنا سماها ضم شقاق عندك على الطرف شقاقك مثلا نص لا هذاك ابو ايش عندنا شقاق الحاجه نص يعني مو نص طرفها اللي يقول يقول شقاق يا اخوي انت صفقت له الان لهجتك تناسب له قارب لهجته وانا لاني قلت كلمه يا اخي ما بعلها لهجه هذه معروفه علي انا ما ادري نص طرف جاب يعني لا 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 اي قطعه من البيت مو شقاق اذا مثل جاب مثل طيب لا لا ما شقاق قلت شق عندنا بعد نشق عندنا لا تقصد انت قطع شقاق القطع انا اتكلم لا المهم ما هو بحاصل هذا الشقاق وعفاك ما في الا مكرونه شقاق ما في الا دجاج يجي فيه نصها شقاق تعرف عليه ولا ما انت تشوف هنا يا نواف يا ابو بيض عطنا شقاق ناكل احنا شقاق وش يا ابو علي؟ ما ادري من عنده تسال سؤال انا سؤال صاد وشو؟ انت يوم انك سالت هذا شقاق قلت انت صح؟ يا يعني نسأل اللي قاله نواف ايش معناه؟ جاوبوا الشباب اكثرهم جاوبوا طيب جاوبني انا ما سمعته الشقاق اللي هو نصف الشيء او بالاخص اللي يقصده انا عرفت الشيء اللي يقصده اللي هو شقاق الذبيحه نص الذبيحه بما انه في طبخه هذه بديهيه ما يبغى لها يعني طبخ ومطبخ عطنا نص شقاق بديهيه بالنسبه لثقافتك نص اشكر نص ال لا لا تشكر نسمي شقاق يعني نص الذبيحه لا يا نص يقول عطنا ناكلها يعني مثلا شوف الحين البيت وش اللي فيه شقه يعني نفس الوصف صح؟ لا حاول يقدم حاول تطبخ حاول افكار تضيع في الطبخ يا سعد ريان تاخر ايش تسوي؟ حاول كذا ما تحرك مخك واجد يا اخي الرجال هو مو بلا هو نفس ال مو بلا شقق بلا طبخ بندر حاول انك ما تطيح ما تعير رمانك انا بحاول اني قال ايش قال ارفع عيونك فوق طالع فوق يا اخي ما شاء الله عليك كيف اطبخ وانت مرسل من قالك اني بطبخ من قالك اني بيطبخ؟ رجع قال ايش عندك اليوم؟ اسلم عندك اليوم يمكن ما يطبخ لا لازم تطبخ بس الملابس يجيكم اقول اطبخ وكان ودك بالنقاط لازم تطبخ وتعصب الراس يقول ما عصبنا رؤسنا الا على قوه اوه دقيقه من تخبط كذا ما عصبنا رؤسنا الا على قوه ما ادري ايش تاليها السجارة الله كذا بعدين اجي هنا وانزل جالس كذا حق المطبخ انزلها او جالس كذا جا فقره نروح نرقد انا جيت ابغى ارقد قال محمد ربيع قلت اقدر ارقد قال تبغى تعليمات قبل الطبخ؟ ترى سؤال جدا انت كانك داخل اختبار اسال واغششك وشي؟ او كانك داخل اختبار اسال واغششك انت ما حد بيغششك جوا ما اعرف شيء عشان اسال تو تقول ابشر بالشحم لا لا فيه الخير يعرف لكن هذا اسالك عن وش يعني الهدوء اللي يسبق العاصمه عشان الطبخ شوفون الطبخ وش تبغى تعرف كل شيء اعرفه ما يحسن والله اي والله في مشاركه من ابو متعب ابو متعب اسلم ابو متعب
والله ثلاثة كيلو غنم اي عشان الواحد يقيم طبخته صح. ها كيلو غنم ولا ها كيلو لحم غنم؟ ثلاثة كيلو لحم غنم. لحم غنم لحم حاشي خل خل ازعلك عشان واحد يقيم طبخته صح. يحطون شطة ويحطون يحطون زبادي ويحطون 40 لا مرود في بعض المقرات يجيهم ثلاث طليان يفكونه ولا في مقرات يفكون عوش خمسة طليان ولا يطرح الطليل هنا الله يقبل دعاءك يشويه يا سلام يا سلام هذه الحياة السليمة ولا يجيبون حشوة مطرح ليه متى كذا ليه متى ولا يطرح الحاش ياخذ عوش سامع هذا قرط الحاش خلاص رحت ليه متى؟ أنت ليش تقول ليه متى؟ ليش تقولون ليه متى؟ ليه متى إحنا على الحال؟ هي لا متى ولا ولا ليه متى؟ لهجة لهجة ليه متى؟ كل أنا أجمع والله كل اللهجة أنت ما شاء الله محارب خليك تعرف اللهجات كلها هي محادة ليه متى؟ الله يعينك أنا والله نحب الكلمة دي ما عندي ما أقولها ليه كذا ولا شوف بعض الناس يقولونها على طول خلاص أنا أخذت قال ما عندي احد البث انا ساكم افطرت مره انا ولا دكت نوم نوم انت البث بس فكرت اصحى يا نايم علي شلون انت نايم ها ما في شوف انا نستاذنكم ولا اوصيكم ما يحقنا الغداء قال الله يستر عليك الله يستر اللي معك وانت قصيره اوصيكم الطبخ اول ما يخلص الغداء قوموني انا خذ الغطا يا قلبي يا اصبر بقرا لا صح لا صح بريك البريك لا من انت البريك يا قلبي اصبر فرج الله قريب يلا عطنا خلينا نستمتع بصوتك الحلو والله ماشي اللي هو يصحي منه صحني صح مالك حجيب السادي يقول بس اذا كان مكرونه كان مكرونه ارسلت الشوارع تجيب البطاقة لا خله عشان يكبر وانت عشان يوم 50 و 60 فترة تكفى الحين الله قال لي تكفى قلت انا ودب قال لي ابي لي والله ما ادري اركت حاجة تفصح قلت يا ولد انت اختار الطلب اللي تبيه اختار له الكلمة اللي مناسبة على المناسبة وعلى نفس المستوى تكفى وعلى امر تافه كلمة تكفى يا اخي تزعج انا بالنسبه خل تكفى وانا اقول لك وانا اقول لك عليك وجه الله عليك وجه الله يا اخي اسمع يا اسمك يدك يقطع له سويت مشكله عشان كلمه تكفى انت قوم يعني تكفى الحين تضايقك اذا احد قال لك تكفى لا بس ما تستاهل تكفى عطى شيء يعني تكفى على حاجه عاديه إيه؟ انت تضايقت من الشغله هذه لان تكفى ما تقال الا في شيء قوي ناصر مناحي يقول ما قلت تكفى ناهي كيف ناصر مناحي الدوسري كيف البيت لا اله الا الله الكاد يقول انا ما قلت تكفى يعني ما قمت اكرر تكفى من شان يعني اللي قدامي ما يظن اني دائما اقولها يعني عشان يحسب الكلمة حساب الله والله اني ماني ضابط البيت بس انه صح لسانك ولسانه في هذه ذكرتني بقصيده الشعر والله ما اذكر اسمه لكن على طاري التكرار يقول تكفى 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 لا تنساني قصيده مرت علي تكفى تكفى لا تنساني طيب من طيب الجداني هنا ذكرت التكرار تكفى ترى تكفى تزر يا جيل الظروف الوقت ما قلت تكفى تكفى فزعت اللي ما تجي وقت اللزوم اقسم برب البيت ما ودي بها ما ودي بها وما ينفعك غير ما ينفعك غير الله سبحانه ولك يسنوا كشنوا يا ولد ها كشرنا كشنوا ضبط الطبخ خليهم يوم الجريان انت شيخ اذا طباخ كلا قبل غداء عشان غداء مو حلو هذه حكمه اوه توصيل رساله سباق لها عشان ما يذبح الجوع هو يطبخ انا اكلم كنترول الحين يقيمون ساعد يلا يعطونا 100 ويريحنا انا ما يستاهل نقاط كامله لا والله يستاهل النقاط تستاهلون النقاط كلكم ولكن الجوع غلا بعض الاحيان الواحد كيف تاكل الحين لازم تجرب طبخ عشان تشوف الملح كويس هذا يبغى عشان سماع ياخذ عليكم بغدا يا اخوي انا قلت كنا شيبا عشان ابقيكم ما اكل من الغدا قلت كنا شيبا ما يروح نفسي من الغدا عشان قلت كنا يقعدون لي طبخ ولا نجي بسالك السؤال اقول شيبا قلت كنا ما يروحون
مشوا الشباب. يقعد لا يقعدون. في قهوة. يقعدون لين يسدي الأغلى. لا أنت بطل. أخوي أنت مسجل هدف. أبو صارت حراك. والله ما أنت فار أنت. طاف العصا عند وين اليوم؟ يا مؤمن الريفي أنا جيتك زبون جيتك كلام أكثر الناس وعيثا أدري طلع دكتور عيون مؤمن الريفي شفت الصورة بريطاني طبعا بريطاني هو جنسية بريطانية مسلم مؤمن الريفي أستشهد به الشاعر ذكي لأنه استهدف إنسان قوي جدا في تخصصه وشرح له الحال صراحة من أجمل القصائد اللي سمعتها وعجبتني قصائد كثيرة لكن في شيء تلاقيه يلامس ذكي ذكي هو ذكي 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 هو هنا الدهاء يا أخي هنا الدهاء أنا من أعظم مطالع القصيد اللي سمعتها بالشعر النبطي عموم قصيد محمد بن فطيس أنا ما ودي أتطرق للمشكلة لكن قصيد محمد بن فطيس يوم يقول العام خث البيرق وصدت العقاب يوم الرجال حلوقها من دون ريق والله ما ادري لو كان يقول قبلت والفرسان ترتاب وتحاب ايه الجرير هي دقيقه العام خدت البيرق وصدت العقاب يوم الرجال حلوقها من دون ريق وحولت في الوادي وهدون ضباب ما ادري ورا الوادي مطر ولا حريق اقبلت والفرسان ترتاب وتحاب اجري الهياب واقص الطريق اقص الطريق وصل يا اخي من اعظم مطالع طيب سبحان الله ترى السنة الأولى اللي طلع فيها والسنة كلها يعني أحس إنه جمع شعره كله في شعر المليون لأنه جاي يبغى يثبت روحه منبر يستحق أثبت روحه سبحان الله بقوة يوم خذ شعر المليون ووصل الشيء اللي يبغيه صار زي ما تقول يقوله تمشى إيش أفك أبوابه يقول انت مش شاب الشعر جوا فك ابوابه لا وش يقول يوم يقول الشعر صيد هذه ضمن يقول شوف كيف الوصف هو صراحه ما شاء الله عليه زي ما تقول جدد في الشعر قد قبل شعر مليون قبل الحين افكار سبحان الله ما حد يجيب فكره يعني يبني قصيدته على فكره هذا من نجاح وقوته قال الشعر وادي فيه صيد صيد ماجد كل على الوادي يهجر كله راح اللي قال احد خياله حر واحد الوتري واحد خياله كوب جنب قطابه انا خيالي كل ما هديته حول الوادي صدقه يا اخي يا اخي تستمتع بالشيء الجميل القوي انا خيالي بيطفك وراح يوم شوف ماني شاعر لكن يعجبني الشيء قال وشعر تاريخ لنا مبطي شعر تاريخ لنا مبطي واعلامنا يوم السنين انهار الإعلام ترى من أول ما بدأ الشعر. نعم. شوف يعني حتى الكلمة دي. وضح الشعر. طبعا إحنا نجيبها من كلام ها. وإيش كان دور الشعر زمان؟ وزارة إعلام. إعلام يعني. كان زمان ما في إعلام ولا شيء كان. حتى يقال إنه كل شاعر إعلامي وليس كل إعلامي شاعر. نوف ساكن. الظاهر يقولون ما في غدا اليوم. يفكونا. الله ما عنكم 12 ونص تعود الحين محمد ربيع شكل شاب عقله كانت مين. ليه وبالساعة كذي 12 ونص كذي ها كم كفاية رجال كم انت كذا باقي 10 دقائق انت كذا لو 12:50 ليه كم 12 خلي واحد سألك عنده موعد ورا 12 كم 48 طيب كم قلت انت ساعه كم ساعه فرق 18 دقيقه تخيل اسالك عندي موعد متاخر هنا عايش ونص يا اخي قلت ساعه خربانه دول علي فرق 18 دقيقه طيب يعني باقي على غدا 10 دقائق خلاص يعني انت ما تدري كم الساعه قبل ما معي ساعه ولا كان عندك تدري ايش قصد نواف يا نواف يا نواف تدري ايش قصد نواف المشكله تدري شيء انا عندي هذه مع يا اخي خليني ارد الرجال الساعه ما غير شكل دقايق ما تعرف الوقت شفت دقايق بس كيف ما تعرف الوقت اكتشف ناس واجد والله واجد من ضمنهم ذي انا ذي 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 اسمي شاهد يا اخي اصبر اهم اخذ اشاريه بس اسمع الاشاره عندك محتاج عادي شكل عادي تقول ذي اي شكل عادي قول لا 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 هني هني تي تي دي
تي بلا سمعتي عندي آه من طيب اعطيك اقرب مثال الشيري دايما اقرب مثال انت دقيقه كلامك ابو دويحس انت الحين شهر السبح لك بتسبح ولا بغنى تلعب بها تسبح و حالك مالت ادلوي بها تلعب بها ولا تسبح كل بعد اسبح عد 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 نزل لك بخلنا عد ما سمعنا يا اخوي عيد وش وش تسبح تسبح مسبح. أبو علي سعد. حلو. حوله. سبح مسبح أغوص فيه ما تسبح. أول على الوادي صار. أول. يا ربنا يا على الوادي. يلا تمام. والله اليوم ما شاء الله مروق. ودي بشاصن يسعدني ودي بشاصن يسعدني. لا 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 ودي بشاصن. اجل شو الحن ذا يا ريت؟ ها؟ وش الحن حق اللي يصير؟ هذا والله صف الرجال لا 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 صف الرجال صف الرجال صف الرجال شقرديا صف الرجال شقرديا الحين هذا زين يا اخي يا رفيقي لا تزعل يوم اجنب ما مرت ايش من يقول يا سلطان يا رفيقي لا تزعل يوم اجنب ما مرت ما تعمدت تبرك ما تعمدت تبرك من ابياته من مشيت والله هذه إيه. اللي شلها شو اسمه منصوري صدق صدق يقول حافظ ها والله حافظ ابياتي منها يا اخي سحر كنت حافظ اعطني اللي اعرفه منها يا رفيقي لا تزعل يوم ما جنب ما مرك يوم ما جنب ما مرك ما بغي ايش يقول ما بغي تعال لا ما تعمد تبرك والله اني حملت ولا قط الوالد اني حملت الشله هو اسمع سمعت بدايتها سبحان الله كم التاليه ما تعمد تبرك ما تعمد تبرك ابغاك تعال ابغاك تتعافى ابيات والله ابيات كفو هو ممكن من مره صح؟ ايه انت والله كفو يا ابو ما عليك الزاد غير ما بدك تسوي غدا انا راح ارقد ما ابغى غدا والله عجينا على غدا الريان والله تاخر علي لكن بسوي لكم غدا ابو مشيط بصايده في النظم ما عليها بس في المحاوره ما شاء الله مبدع اما النظم يعني انا من جمهوره تبيع ايه اسمها ازين قصايد ازين قصايد اللي سمعت في النظم قصيدته في محمد بن حزام شله الله شله يقول في عنده يقول محافل ربعي يقول تسمع حساسي يقول حط ايش انا يقول انك آسي على آسي اللي حنو شله ناس الطويل من ازين قصايده اللي انا سمعت لان محمد يشعر احيانا قصايد نظم بس يعني ميب على مستوى في محاره محاره قوي جدا في النظم ادون شوي لكن القصيدة ذي اللي أنا سمعت لمحمد الحزام عزيز الله من أطيب القصايد لا وفي أبيات لهم يقول ما يقدر يعاند المستاجر المالك أغليك وأحبك و الله أكبر يا بعد والله أني أحفظ ثم سيد أنا وني مصور أوراق سيد سيد بالرحمة قريب منكم سيد وكلهم من المرحوم من لا أنت أمس سميت قلت أعطاني الله عمر والله ما برك والله مشيط قلمت خوية محمد وفطيس على الدعية صح نشيرة محمد مشيط وكلهم من البحيح الله لا برك البحيح برك ولا سعيد بالرحمة من الجرابة يعني إني أوقف منه حنا من غفران ونحبكم مصطلح مجد الوالدين غفران تجمع ناس واجد صح إجران صح المانعة حياة شيوع قصيدة صالح المنشي الشمالي لا الشمال البحيح الله يرحمه شعرة كلهم الفطاح المعروف على الساحة صح لا لا صالح شفت تالي شفت المنشد صح لا لا صالح ايش المانع المانع منشد صح هي القصيدة له هذه اصبر يا عيل قصيدة بس بالنسبة للمشكلة صارت قبل كم سنة مشكلة 10 سنين ولا قبل شوي والله ما ادري كم بالضبط من 10 سنين سبحان الله شوف 10 سنين ما سمعناه الا قبل قليل صح؟ نسيت الوالدين دوله انا اول ما سمعتها سامع جوالك الصغير
ماذا جوال من هو المراد بعند على خلودي أو دون شوي أبشر والله يا ابن فرزان أبشر والله بالك سجين النفس بداية روح والنفسية مادة تشين أبشر والله بالك بسهل لترد الروح يا نواف لا يا خال انا فاهم عن بره هو صادق وانت صادق لكن بقرب اللي تقصد انت حتى الخوي ترى الخوي له بر ايوه يعني تبر في اخوه في اخويه في اخوه لا صل على النبي انت بس انت ما تنص الايه هو يقصد يسأل يقول البر للوالدين بس قلت هذه والله انا بر بالمطبخ وبرضه خويك لازم انك تبر خويك يعني تدري من حق وجهة نظر تدري لكن يكون تبين انا اقول وجهة نظري اني اشوفها حقيقية البر وش معنى البر وانا قلت لا قلت البر البر اللي هي الخدمة المتكاملة اللي تقدمها لوالدينك اللي ما تقدمها لأي شخص ثاني ايوه في المنزل اللي تخص فيها والدينك ما تخص فيها شخص ثاني البر بالضبط ما احترامي لك البر ما ها البر بالضبط نفس ما قال وانك تخضع لوالديك لا أيوة لا 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 الله سبحانه تخضع لكن هذه الرحمة تقول البر هو رحمة عم خويه لا ما رحمه ووفاء خوي وقف جميل على هنا لكن كلام حتى نواف صح ما في شيء يعني لا خويه برضو الخوي يكون له بر ندري ان في اولويات في الحياه مستحيل اني الخوي مستحيل اني اقدم معليش اقدم برك على بر والديني هذه بديهيا ما لكن هو يبغى معلومه شامله هل هذه كذا ولا هذه كذا معلومه شامله احنا باللغه العربيه اللغه العربيه بحر غزير بالمفردات والكلمات اللي توصف المعنى اللي تقصده خويك ممكن انك له حشمه له تقدير له احترام لكن والدينك البر اقصد انا اشوف ان البر اقصى مراحل الاحترام والتقدير اللي ما تخص فيها احد من دونه يا جماعه علي معلش لا تزعل يا اخي ترى عادي اخذ وعطى يا اخي صح انت وجهت انت كذا وانت كذا وانت كذا انا ما بكذا انا بوجهه نظرك تفضل وجهه نظري فضل. انا الشباب يسالون بعض نواف يسال بالله يوجه السؤال هذا جدي في كل شيء البر معناه الوفاء هذه لحظه نرجع للفارس قلت ايش قال لا تقول ابشر بعزك ولا عرم مش انت تشوفون على الموضوع الوالدين موضوع جدي عادي خلاص شيلوا عنه الميوت لا تشغل اخوي وراك ابو لا تشغل اخوي له لا يقول ما لك هم يا ابو فيصل ما لك هم زعلك علمني اسمع خلي مطبخهم بدالك اسمع هناك اسوي كذا وهنا اسوي كذا حييت ايش بنا هم اللي وربي الولد مره تحمس لا لا وش بنا لا بنا شيء لا لا وش بنا ما بنا شيء لا لا وش بنا ما بنا شيء نوف الروق خلاص روح نام يا اخي كافي اشارات يجي على التسويق يجي على التسويق يبونك تنام انت رجال ايش دنا نجي يا رجال عندي طبخ يوم الخميس جاي تعلم مني لا غشاش عارف مقدم والله جاي غش مني تقول انه قرا ترى نواف بن فرزان عندهم طبخ خميس جاي غششوا منه انت صاد يا رجال وش ما اشبعونهم زين ليش انت دخلت في مطبخ انا ثبت ولا عين لا في وراي ولا في دوني ما في وراي